هنروح لخبر كويس، خبر يعني اسعدنا برضو. الواحد لما بيلاقي نماذج مصريه مشرفه لازم بيكون معانا في البرنامج في الالعاب الاخرى، عشان الناس تعرف ان مش بس كره القدم كمان بيكون فيها انجازات، لا والالعاب الاخرى. التايكوندو، المصري محمد شعبان يدير مسابقات التايكوندو باولمبياد طوكيو. الاتحاد الدولي للتايكوندو اختار المصري محمد شعبان عشان يدير مسابقات اللعبه في الاولمبياد اللي جايه، واللي هتكون في الفتره من 23 ل 8 اغسطس اللي جايين. دي المره الاولى اللي يختار فيها الاتحاد الدولي للتايكوندو واحد من الكوادر الافريقيه والمصريه كرئيس لاحد اللجان التابعه له. شعبان بقى اول مصري وعربي وافريقي يترأس لجنه بالاتحادات الدوليه، وكمان هو اصغر رئيس لجنه بالاتحاد الدولي، وهو كمان نائب لرئيس اللجنه الفنيه. والناس في الاتحاد الدولي الحقيقه متوسمه فيه خير. الواحد بيبقى فرحان لما يبقى عنده نموذج مصري كده واعد وبيحظى بثقه العالم كله، خاصه التايكوندو مش من الالعاب اللي مصر يعني مصر مميزه فيها طبعا، بس مش زي مثلا اليابان، مش زي الصين، مش زي دول كتير كانت فيها اللعبه اقدم منا بكتير، كوريا من يعني. فالواحد بيبقى سعيد لما بيلاقي حد بالسن الصغير ده ويحظى على اهتمام عالمي. كان لازم يكون معانا محمد شعبان بالسكايب من سويسرا. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا بحضرتك، ميرسي ميرسي للمقدمه الجميله دي، انا شاكر جدا. كابتن محمد ده حقك، انت نموذج مصري مشرف الحقيقه، ونتمنى لك كل التوفيق وكل الدعم ليك يا كابتن محمد. شكرا جزيلا، ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب. يعني الاولمبياد دي بتقام في ظروف استثنائيه، وبس اهم حاجه انها تقام، لان زي ما حضرتك عارف اللاعب ما عندوش عمره في الملاعب، مش زي الامور العاديه، فبيحصل ان لو فاتت الاولمبياد دي او اتلغت كان هتؤدي الى ان اللاعب ممكن يعتزل بدون انه يشارك في الاولمبياد. صحيح. طب قول لي، احنا بنكلمك من سويسرا يا كابتن. انا حاليا في جنيف، انا مقيم في سويسرا، وان شاء الله يوم الثلاثاء اطير على طوكيو باذن الله. يعني انت حضرتك الثلاث مسافر. طب المنافسات التايكوندو، يعني طبعا عرفت في طوكيو ان مش كل المنافسات هتبتدي اتا تايم، هتاخد هيبقى في شيفتنج منافسات ثم منافسات عشان يقللوا الكباسيتي بتاعه اللعيبه او العدد اللعيبه. بطوله التايكوندو هتبتدي امتى يا كابتن؟ التايكوندو زي ما حضرتك قلت، حضرتك يعني اتفضلت قلتها بشكل مبسط وهايل. التايكوندو بيبتدي يوم 24 يوليو 24/7 وينتهي يوم 27، اربع ايام منافسات. ودي اول مره التايكوندو يبتدي في اول دوره، دايما كان بيبقى في نهايات الدوره. وزي ما حضرتك قلت يعني هو الامور محدده جدا، حتى احنا كطاقم فني للاولمبياد مواعيد وصولنا متاخره عن العادي عشان نقلل تواجد اكبر عدد ممكن في اليابان. طب قول لي يا كابتن، يعني اللعيبه المصريين، اكيد طبعا انت مصري يعني ومتابع طبعا النشاط المصري واللعيبه المصريين واللاعبات المصريين. طبعا احنا بنشارك باربع لعيبه، اثنين طبعا سيدات واثنين رجال في المنافسات. شايف ممكن طبعا يعني نحقق ميداليه، خاصه ان هدايا ملاك من احد المرشحات وبقوه الميداليه، ولا رايك يا كابتن؟ والله يوم حضرتك قبل ما ابقى رئيس لجنه مسابقات الدوره اللي فاتت في ريو كنت مسؤول رئيس اللجنه الفنيه المسؤوله عن المنتخبات في الاتحاد المصري، فالولاد كلهم اعرفهم كويس جدا. طبعا هدايا فرصها عاليه، هدايا بس الاختلاف الوحيد ان هي غيرت ميزانها الاولمبي منه تحت 57 كيلو اللي جابت فيه برونز في ريو، راحت وزن تحت 76 كيلو، وزن جديد. وللاسف يعني هو الموضوع ملوش علاقه بهدايا، بس للاسف ظروف الاحتكاك بموضوع الكوفيد قلل فرصها انها تشارك ببطولات كتيره في هذا الميزان قبل ما تروح طوكيو. بس غريبه يا كابتن، يعني ميزان 59 لميزان 76، 57 ل 76 انا كنت سمعت صح، يعني ميزان عالي قوي، يعني فرق تقريبا. لا لا لا, لا, لا سوري، خليني اصلح بس المعلومه، من تحت 57 كيلو لتحت 67 كيلو، يعني 10 كيلو فرق. موازين الاولمبياد، موازين الاولمبياد هم اربع موازين بالظبط، والفروق بينهم 10 كيلو على طول. فما فيش حاجه في النص. فهي راحت من 57 ل 67 زي ما حضرتك قلت. سيف عيسى اعتقد فرصه هايله، سيف عيسى واعد ونتائجه في الفتره الاخيره جيده جدا. ميزانه كام يا كابتن؟ تحت 80 كيلو سيف عيسى. تمام، ده هو كان حقق برونز في اولمبيات الشباب قبل كده، وان شاء الله نتمنى ان هو يحقق في الاولمبيات اللي هي الصيفيه. طب نور حسين وعبد الرحمن، يعني شايف برضو فرصهم عاليه، ولا يعني ممكن يكونوا محتاجين لسه كمان مشاركات دولية أكتر؟ بص، الأولمبيات موضوعها مختلف تماما، مش دايما اللي بيبقى راكب الميزان أو راكب الأحداث اللي قبل كده هو اللي بيكسب، وشفناها كتير مش من المصريين عامة،
فهو اللاعب لو سيف او عبد الرحمن او نور او هدايه جاهزين يوم اللعب ومنتالي فايقين، تتوقع منهم انهم يحققوا ميداليه. طبعا في تفاوت في خبرات ما بين هدايه وسيف ونور لعبد الرحمن، لان عبد الرحمن يعتبر ان هو العنصر الجديد على المنتخب الوطني الفتره الاخيره. بس برضه عبد الرحمن اثبت نجاحات على المستوى الافريقي، واحتمال تساعده في اولمبياد طوكيو ان شاء الله. يا رب. طب كابتن قول لي، يعني حضرتك خدت المشوار بتاعك الاداري خطوه بخطوه، يمكن كنت رئيس اللجنه الفنيه وبعد كده بقيت رئيس لجنه المسابقات حاليا، هل في يوم من الايام نشوفك رئيس اتحاد دولي ولا دي مش في اجندتك؟ لا، هي حاليا مش في اجندتي. انا ان شاء الله مترشح لعضويه المكتب التنفيذي داخل الانتخابات ان شاء الله في اكتوبر على عضويه المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي، دي الخطوه الاولى. اما رئاسه الاتحاد الدولي حاليا امر ما بفكرش فيه، لان انا مهتم جزء كبير بالشق الرياضي للعبه وبس. الله اعلم بعد 4 5 سنين بعد الدوره دي الدوره اللي بعديها نشوف ان شاء الله، يعني اتمنى باذن الله. كل الدعم ليك كابتن محمد شعبان، طبعا رئيس اللجنه لجنه المسابقات بتحدي الدولي تايكوندو اللي هيشرف على طوكيو. بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا ده كان لقائنا مع محمد شعبان احد الكوادر المصريه اللي دايما بيبقى لنا السبق هنا في برنامج الابطال. الحقيقه بنقدم لكم نماذج مصريه واعده، شاب صغير بيترأس في سنه الصغير ده لجنه المسابقات وبيشرف على منافسات طوكيو، وزي ما حضراتكم شايفين نازل في اكتوبر، رايح في اكتوبر ان شاء الله او نازل انتخابات المكتب التنفيذي. لازم الناس يبقى عندها او الكوادر الرياضيه يبقى عندها الويلنج ده او الـ 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 الرغبه دي ان احنا نوصل. طبعا عشان نوصل لايه؟ ليه في الاخر ان احنا نحط كوادرنا المصريه الاداريه في كل الهيئات الرياضيه الافريقيه، ما يبقاش بس المنافسه جوه داخليا، يعني ما يبقاش الموضوع ان انا عايز ابقى عضو اتحاد هنا في بلدي او بتاع، لا خلينا نطلع، العالم واسع والعالم كبير والهيئات الرياضيه يعني تستوعب العدد الكبير ده. ونتمنى ان شاء الله كابتن محمد شعبان ليه كل التوفيق وان شاء الله كل الدعم ليه في انتخابات المكتب التنفيذي القادمه في شهر اكتوبر. خلينا